واحدة من المباريات التاريخية لفريق الكرة بنادي الزمالك، والتي جمعته بالعملاق الإسباني ريال مدريد في أول زيارة له لمصر قبل 61 عاماً ماضياً. أقيمت المباراة في الساعة 2 من عصر يوم الجمعة الموافق 10 من مارس من عام 1961 بملعب القاهرة الدولي، الذي احتشد ب100,000 مناصر لأبناء ميت عقبة، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لنادي الزمالك ومرور 50 عاماً على تأسيسه. وحضر فريق الريال بكافة نجومه وفي مقدمتهم الأسطورة بوشكاش المجري، حيث كان العملاق في تلك المباراة التاريخية كل من ألدو ستيلا وشريف الفار ومحمد رفاعي ورأفت عطية وأحمد مصطفى وسمير قطب وحمدي فراج وعصام بهيج ونبيل نصير وعبد نصحي وعلي محسن ومحمد موسى، بالإضافة إلى رضا نجم الإسماعيلي الذي استعان به الفارس الأبيض في تلك المباراة. وحسم الريال المباراة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، حيث سجل بوشكاش 3 أهداف هاتريك فضلاً عن هدف آخر بتوقيع دي ستيفانو، في حين أن النجم محمد موسى قد دون اسمه في السجلات الذهبية بهز شباك الريال وتسجيل هدف الزمالك الوحيد. مباراة للتاريخ ستظل عالقة في أذهان من عاصرها من أنصار الزمالك، واحتفالاً رائعاً باليوبيل الذهبي للنادي بزيارة أولى لمصر من قبل نادي ريال مدريد الإسباني.